بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة كان عندي جلسة مهمة في مجلس النواب، فقابلت الصديق العزيز الأديب الكبير الأستاذ يوسف القعيد عضو المجلس. طبعا يوسف القعيد معروف من الأدباء الكبار في مصر، فحكى لي بيقول لي إن بعض القنوات الإخوانية، وقال لي 5 تقريبا، ما كانش عندها شغل امبارح غير اللي أنت قلته عن الأستاذ مكرم محمد. أنا عايز أقول لهم إحنا هنا في بلدنا إخوانا يا مجرمين بنختلف ونتفق في بلادنا، ما فيش حد فينا خاين وعميل يا إرهابيين. ممكن أنتقد وطلع قرار ضدي مش عاجبني، أغضب أتجاوز، لكن في النهاية عايز أقول كلمتين. إذا كنت فرحانين بكلمتين اللي قلتهم عن الأستاذ مكرم محمد أحمد، وطني مخلص جزمته بدماغكم كلكم، جزمته لا فرد جزمته بالمقل، فاهم يا ايمن امور؟ مش خاين، فاهم يا معتز مطر يا بتاع الخرابه؟ مش خاين، فاهم يا لا اللي اسمك زوبع؟ مش خاين، فاهم يا لا اللي اسمك ناصر؟ فاهمين يا كلاب؟ ده شوف احنا في بلدنا هنا بقى، هو مش ده راجل مسؤول تقاطه، وممكن يكون تقاطه بحده تمام، لكن في النهايه هو مصري وطني محترم. يا خونا اللي بعين بلدكم وهربانين كلكم بره، وموزة وتميم وحسن مصطفى خدام تميم بيصرف عليكم، وكل اللي بيحصل ده انا عارفه، ده من حسن مصطفى اللي في قطر تميم وموزة، وده ممدوح عباس اللي خرف حرامي الاراضي اللي عمل يشتم مخليه ربنا، وده العتال اللي عمال يدفع. كل الفيلم ده معمول كده خلاص. اما هشام حطب فهو معروف انه خدام حسن، ومعايا ياسر ادريس الاخواني. فبقول لكم تاني، مكرم الاستاذ مكرم محمد احمد جزمته فرد جزمته، مش عارف ايه هو ايده يمين ولا شمال، سواء ايمن او اشول، فرد جزمته بدماغكم كلكم يا خونة يا ارهابيين يا عملاء يا اللي المخابرات القطريه التركيه بتصرف عليكم يا كلاب يا جزم. خلاص يبقوا زعوا بقى الكلام ده زي ما زعتوا امبارح. شكرا. خليني اضحك بس. بيقولوا لي واحد اسمه مكرم محمد احمد، قلت له مش مكرم ده مات من 20 سنه، وفي حد اسمه مكرم محمد احمد لسه عايش؟ قالوا لي ده ابو امنيه. قلت له مش امنيه دي كان عندها مشكله مرتضى منصور حلها. عادي في الزمن ده احنا فيه. رد الجميل، مكرم بجد انت لسه عايش؟ اول مره اشوف المجني عليه هو اللي يتعاقب والجاري بيسقفوا له. يا مكرم يا اللي اذا كنت عايش، معرفش دي اشاعه انك عايش ولا مش عايش، انا شاكك طبعا. ومعك الواد جمال شوقي، ومعك الواد ياسر، ومعك شويه عيال كده ماشي، مش مشكله. كل ده انا اللي اتشتمت، انا اتقال عليا، انا كنادي اتقال عليا امراه دائره يا زمالك يا هيجه بتاعت الخلايجه، عملت ايه يا فندم في الناس اللي قالوا الكلام ده؟ الحلقه اللي بتتكلم فيها دي انا رجعت العلاقات المصريه السعوديه اللي كانت في انهيار، بس انت مش واخد بالك، مش عندك 105 سنه؟ لو كنت لسه عايش معرفش، ولا مش عايز اظلمك بصراحه. ده كله في مؤامرة الناس تضحك، مؤامرة يا راجل؟ لا كل ده بالصدف. لا كل ده صدف، اتحاد افريقي على اتحاد دولي على اتحاد العاصمة على اتحاد مش عارف مين على الاتحاد والنظام والعمل بتاع زمان دول، على اللجنة الافريقية على اللجنة الملوخية على اللجنة التعريضية. هو في يا جماعة؟ واحد برج جوزاء مدوخكم كلكم، ملففكم العالم، مش عارف وايه انت عمال تقول ممنوع الكلام. طب ممنوعكم الملوخيه؟ طب ما الارانب ما فيش ارانب؟ والله انا مكسوف لكم. طب انا اعمل فيديو شوف كم مليون هيخش عليه مكرم تمام، وانت اطلع في التلفزيون اقعد ارجع 10 ساعات لو انت عايش، انا ما اعرفش تعيش ولا عايز اظلمك خلاص. لو في حد بقى اصلا فتح التلفزيون شافك يا راجل عيب بقى، يا راجل عيب، خليك راجل كده. وبعدين منع كلام ايه؟ انت تملك تمنعني انا من الكلام واظهر في التلفزيون ولا الجرايد؟ انا مش خسران، انا بعمل فيديوهات على فكره، بعد كده هبيع الفيديوهات دي ملايين الملايين هتخش عليها تمام، واي حد هيصور معايا هاخد منه فلوس. مكرم فوق، هشام حطب فوق، عمرو مصطفى فوق، حسن مصطفى فوق، محمود يا خطيب فوق، كل ده مش هينسي الناس موضوع الساعات. ده بعمل ده صباح عامل لك اغنيه بعد ما ماتت ساعات ساعات.
الله يا العظيم انا بضحك ضحك وفرحان بيك والله. انا النهارده في المجلس انا استقبلت استقبال للابطال، الناس فرحانه بيا بطل ما بكسرش كلكم كده على واحد غلبان برج جوزاء بس بعملكم كده والففكم كده. مكرم انا مش عايز ازعلك، لو كنت ميت بقرا لك الفاتحه، لو كنت عايش هقرا لك برضه الفاتحه. شكرا. الأولمبية أو قصة رئيس نادي الزمالك مع اللجنة الأولمبية، آخرها آخر حاجة حصلت، هنبدأ من آخر حاجة ونمشي شوية لقدام. إن النهاردة اللجنة الأولمبية كانت بتقول لاتحاد الكرة المصري إن بعثة الزمالك اللي مسافرة للسعودية يوم الخميس اللي هو بكرة علشان تلعب مع الهلال يوم السبت، أنتوا بعتن لنا من ضمن الأسماء رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وأنتوا عارفين إن إحنا مجمدينه والكاف موقفه لمدة سنة، يرجى رفع اسمه من قوائم السفر من هذه البعثة. نعرف تفاصيل عن القصة مع المهندس شريف العريان السكرتير للجنة الأولمبية. باشمهندس شريف أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني الخطوات التصعيدية القانونية من جانب اللجنة الأولمبية مستمرة حتى الآن، وآخرها قصة السفر، سفر رئيس نادي الزمالك. هل البطولة العربية ضمن البطولات اللي ما ينفعش يكون موجود فيها رئيس نادي الزمالك؟ لا انا شرحت كلام اختراع، انت شرحت شرح جميل جدا، شرح ممتاز. الموضوع ببساطة ان اي رياضي في مصر خلاص او اي بعثة طالعة محتاجة الى قرار وزاري تمام في اي لعبة الحقيقة بما فيها كرة القدم في اجراءات بتتبع. من ضمن هذه الاجراءات يعني مثلا نادي الزمالك بيبعت اتحاد الكورة بيقول له عايز اطلع او هلعب الكورة الفلانية هلعب الصالة المكان الفلاني، بيتاخد الاتحاد الكوره بيبعت للجنه الاولمبيه ياخد موافقه فنيه تمام. ثم الورق بالموافقه الفنيه دي بيطلع على وزاره الشباب والرياضه بتدي الموافقه الماليه وتصدر القرار الوزاري. ده لاي حد في مصر يعني اجراء طبيعي، مش اجراء احنا واخدينه لنادي الزمالك. احنا يعني بنطلع موافقات في اليوم الحقيقه اكثر من 10-15 موافقه لبعثات مختلفه تمام. ده اجراء طبيعي. فلما جالنا الورق من اتحاد الكوره النهارده تمام احنا بصينا فيه واعطينا الموافقه الفنيه على سفر نادي الزمالك، انما من ضمن ال 50 اسم المتقدمين فيهم اسم المستشار مرتضى منصور، وحضرتك عارف ان هو مجمد من عندنا، فبالتالي كتبنا في الجواب ان احنا بنوافق فنيا على سفر نادي الزمالك انما بنرفض سفر مرتضى منصور لانه مجمد من اللجنه المصريه. حتى وان كان اللجنه الاولمبيه لن تتحمل اي تكاليف، ما لهاش دعوه بالتكاليف، ما لهاش دعوه بالماليات خالص. حضرتك احنا مدين موافقه ان شاء الله تغرب 100 واحد والسعوديه كتر خيرها هتدفع. ايوه خلاص ده اللي مكتوب انا وسهلا، احنا ما يخصناش مين هيدفع ايه. لكن طيب السؤال هو ان دي بطوله غير مدرجه في اي لائحه يعني دوليه او محليه او قاريه، السؤال المفروض تساله لي هو الاتي. ايوه لو هو راح خلاص راح. ايوه ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل من طرفنا احنا؟ تمام الحقيقه احنا منوطين لكل ما يحدث خلاص داخل جمهوريه مصر العربيه. داخل جمهوريه مصر العربيه تمام تمام. انما ايه اللي ممكن يحصل له بقى لو راح البطوله دي خلاص وحضر؟ دي حاجه تاثير الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي هو اللي مدي وقف خلاص، هيقرا الجواب بتاع الكاف تمام، مدي له صد لمده سنه خلاص من اي فعاليه كرويه في اي حته في الدنيا. الأولمبية ملهاش غير ان هي تعترض، لكن ان هي تنفذ اي حاجه دي مش بتاعتها في القصه دي تحديدا يعني. في القصه دي تحديدا تمام. البطوله العربيه ده ما يخصناش احنا، ده هو داخل مصر اللي بناخد فيه اكشن حضرتك ومنوطين بيه. اما بالنسبه للجواب اللي طلع النهارده فهو ده الموافقه الفنيه اللي بتطلع لاي رياضي او اي بعثه طالعه تمام. احنا بالنسبه لنا لو في حد موقوف او حد ايا كان خلاص ما نقدرش نديله موافقه. تمام واضح. طب انا معايا دقيقتين للاسف قبل موجز الانباء، فهتبقى اسئله سريعه واجابات سريعه من جانب حضرتك. النهارده اللجنه الاولمبيه اعلنت او على حسب يعني لسان